عقدت وزارة الصحة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية. سيعقد المؤتمر في الفترة من 5 وحتى 8 من شهر سبتمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية وعدد من السفراء. يعتبر المؤتمر تجديدا لالتزامات مصر الدولية تجاه القضية السكانية، وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي. ومن جهته قال وزير الصحة خالد عبد الغفار إن المؤتمر يعد فرصة ثمينة لعرض التجارب الرائدة والنجاحات العالمية والمحلية والتحديات المحتملة والسبل الابتكارية للتغلب عليها عالميا ومحليا، فضلا عن فرص الاستثمار المختلفة من أجل سكان أصحاء. إن هذا المؤتمر بالأهمية بمكان إن إحنا نقدر نخليه كل سنة. ليه؟ لأن إحنا عايزين نشوف من سنة لسنة حصل إيه. يعني هي القضية السكانية هي قضية مصر. يعني خلينا نفكر بشكل بسيط جدا إن كل خطط التنمية مش ممكن نحقق اي نجاحات طول ما احنا عندنا معدلات الانجاب بالحد اللي احنا بنشوفه النهارده. كيونيسيف احنا هدف كبير عندنا ان احنا نهتم بطبعا التنميه، بس التارجت الهدف بتاعنا اننا ننمي قوي الصحه، والدعم اللي نقدر نعمله مع الشريك الاساسي بتاعنا اللي هو وزاره الصحه والسكان. فاحنا بنهتم قوي اننا ندعم كل المبادرات بتاعه الوزاره، زائد ان احنا بنركز قوي على سن الشباب، السن اللي هو بتاع قادة المستقبل اللي بنقدر نبنيهم، عشان كده بنتعامل معهم من حاجات مختلفة. أنا فريدريكا ماير، مديرة صندوق السكان في مصر. المؤتمر ده هام جدا لأنه بيجي بعد 29 سنة من مؤتمر السكان اللي عقد في مصر سنة 94، وظهر عنه توصيات مهمة جدا متعلقة بصحة السكان والصحة الإنجابية للسيدات وكل المتزوجين. وبالتالي بعد 30 سنة مهم التطرق للقضايا التي لا يوجد عليها معلومات كافية أو توعية كافية للسيدات والمتزوجين، وبالتالي هيركزوا على القضايا الشائكة جدا زي قضايا زواج القاصرات.